فالمهم احنا الاخ الشياع السوداني خوش ولد، انا يعني اعتقده رجل نزيه، واجاد في وزاراته ولا ازال عند رأيي، بس لا ينساق وراء من يزين للامور بشكل، خلي يجي على الناس اللي يبكي مو يضحك أي. حتى يبقى في رئيس وزراء، بكي ويحكي للحقائق حقائق الدنيا، ويقدر يفيد هذا الانسان. يعني انا اقدر افيد الاشياء السوداني اكثر من اي واحد اخر، نعم، سواء بتجربتي بخبرتي بعلاقاتي الدوليه والعربيه والى اخره. طيب انا اليوم مثلا، نعم، على سبيل المثال إيه تفضل عيني. لا تفضل اكمل الدكتور، ما عندي استاذ نجم، كمل كمل. اليوم شنو؟ لا اليوم اقول لك، انا اليوم كان اكو مؤتمر بالصين بالزوم، زوم اي، كان عندي الكلمه الرئيسيه بي تدري مع الاحزاب العربيه، حكينا على القضيه الفلسطينيه، حكينا على ما يجب ان تكون الصين، وحكينا على ضروره خلق، انا هذا كلامي، امانه عامه بين الحزب الشيوعي الصيني وقوى واحزاب عربيه، نعم، مناقشه الامور وامانه عامه لهذه الاحزاب المشتركه، وقوبل الاقتراح بترحاب عالي جدا. لهذا احنا نقدر نفيد الاخ، ما اريد منه حمايه، بس اريد يستفيد من تجربتي ومن خبرتي ويستفيد من علاقاتي بالعالم. انا عندي علاقات ممتازه ويا العالم كله بدون استثناء. نعم، هذا هو يعني، ما طالبين شيء، وهذا لا يكون يقع هو سريع للصراع بين الإطار والمقتدى الصدر، الاثنين، نعم، هم غلطانين. مقتدى الصدر انسحابه خطيئة كان، والإطار أن تصرف تصرف فردي أما خطيئة كان، وأنا حذرتهم قلت لهم الاثنين الطرفين، قلت لهم يا أخي لما يصير هي شيء لا حد يصرف تصرف المنتصر،